إذن مشاهدينا تأتيكم هذه الصور مباشرة من مركز تدريب المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين يجري في هذه الأثناء المنتخب الوطني حصته التدريبية المسائية كما تتابعون. يبدو أن الأجواء رائعة بين لاعبي المنتخب الوطني أبطال إفريقيا لعام 2019. طبعا الخضر دخلوا في تربص مغلق تحسبا لمباراتين ودية الأولى أمام الكونغو الديمقراطية هنا بالجزائر بملعب مصطفى جاكر، والثانية ستكون في مدينة ليل الفرنسية. طبعا قبل قليل كانت هناك بعض التصريحات لبعض اللاعبين، استمعنا لتصريح الحارس عز الدين دوخة لعبد اللاوي ولطهرات، الكل مركز على هاتين المباراتين بالرغم من أنهما وديتان، لكن كل اللاعبون مركزين وكأنهما مباراتين رسميتين. طبعا الكوتش أيضا جمال بلماضي كانت له صبيحة اليوم ندوة صحفية تحدث فيها عن العديد من النقاط تخص المنتخب الوطني، وربما كان التركيز كثيرا من جمال بلماضي على أرضية ملعب مصطفى تشاكر التي نالت القسط الكبير من حديثه خلال هذه الندوة، حيث بدأ مستاء جدا من أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة يوم الخميس. مباراة ستكون أمام منتخب كونغو الديمقراطية والثانية أمام كولومبيا، المباراتين اختبار جدي لأشبال جمال بلماضي للمواصلة في هذا النسق الرائع لأشبال المنتخب الوطني.